اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا هاتفيا وبيتصلوا على شاشه القناه الاولى وبيطلبوا طلبات، فاحنا بنجمع كل الطلبات دي كلها وبنعملها في يوم كده مع بعض عملي. النهارده هعمل البطاطس السوفليه. البطاطس السوفليه من المطبخ الفرنسي ولو تركايه ولو اصول ولو ثوابت لازم يتعمل بيها. بياخد بياض بيض اذا كان حلو او حادق ويبقى طبعا لطيف وجميل زي الكيكه الاسفنجيه كده، ولكن طريقه الطهي نفسها بتختلف. فالبطاطس النهارده معانا غنيه بالنشويات والكربوهيدرات، هنعملها محشيه لحمه مفرومه، ممكن نعملها فراخ، ممكن نعملها جمبري، دي الحشوه بتاعه السوفليه. معايا النهارده طبق لطيف وجميل بيتكلم مصري، الفول الحراتي او الفول الاخضر بتاعنا من الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مازبيرو. هعمله النهارده شوربه. انا شخصيا بحب الفول الحراتي ده لما يتعمل شوربه وياخد طشه الكزبره الخضراء مع عصره ليمون كده، طبق ما اقولكيش يعني ينافس شوربه الكوارع او شوربه العكاوي اللي احنا عارفينها. معانا النهارده فطيره غنيه جدا بالقيمه الغذائيه، فطيره السجق بالجبنه والزيتون. الفطيره دي فيها عجينه متخدم عليها واخده بيض وواخده حليب وواخده زبادي في المقادير بتاعتها، والحشو معانا بقى سجق يعني بروتين حيواني مع الجبنه اللي احنا بنحبها سواء موزاريلا او بارميزان، والزيتون الاسود طبعا الشرايح بتاعته. ميزه الفطيره ديت بيحبوها الصغيرين والكبار وقيمه غذائيه عاليه جدا. خلونا طبعا مش عايز اطول على حضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه وفيها فكر طهوي لطيف وجميل ولكن بقيمه ماليه قليله جدا. هي دي سياسه المغازي، ان انت تقدري باقل تكلفه باقل مصاريف توصلي لمرحله الابداع في المطبخ. مثلا نطبخ يا جاري يكلفي يا سيد ونعمل لست قد كده ونشتري حاجات قد كده وفي الاخر الاكل يطلع مش عاجبنا، فانك انت تعملي الحاجات اللي موجوده في الثلاجه دي حاجه لطيفه. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف افكار بسيطه وسهله او هتروحوا بقيت تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا مع بعض نستاذن فريق العمل فرسان التلفزيون المصري. مقاديرنا النهارده والمشتريات بتاعتنا اعتقد ان هي في متناول الجميع، علشان ما نبقاش ان احنا بنجيب حاجات مش موجوده. معانا لحمه مفرومه تقريبا نص كيلو، سجق بلدي من عند جزار معرفه كيلو الا ربع، وعايز اقول لحضراتكم معانا شويه جبنه وفلفل رومي اخضر، والبطاطس بتاعتنا اللي هنعملها سوفليه مسلوقه بالقشره وبعد ما اتسلقت قشرناها وهرسناها وبقت معانا زي الفل. وهقول ليه سلقناها بالقشره، علشان ايه؟ عشان نحافظ على الكربوهيدرات اللي موجوده فيها والنشويات. البطاطس هيت معانا زي الفل، والفل الاخضر بتاعنا من على العربيه للراجل الطيب بيبيعه طبعا، جبناه وغسلناه وقطعناه وقمعناه ومعانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه. هنطلع باول حاجه دلوقتي البطاطس السوفليه ازاي نعملها باللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه، ونقول للفرنسويين ان احنا نتباهى ان احنا نعمل الاكل الفرنسي ولكن بطعم مصري. المقادير على الشاشه. بطاطس مسلوقه بالقشره وبعد ما اتسلقت بالقشره قشرناها وهرسناها. لحمه مفرومه عندنا ضاني كندوز زي ما انت حابه، بصل وتوم وزبده، بياض خمس بيضات، معلقه بيكنج باودر صغيره. هي دي المقادير البسيطة السهلة لعمل السوفليه بطاطس النهاردة مع بعض. بنحط طاسة على النار، الطاسة تسخن، بنحط مادة دهنية احنا حبينها زيت زيتون او سمنة بلدي او زبدة حسب الرغبة، ولكن السوفليه دايما يحب الزبدة عشان يبقى طعمه لطيف وحلو. تعالوا مع بعض نعملها ازاي. حلو قوي. خلونا واحنا بنستخدم الزبدة دايما نستخدم معلقة زيت علشان الزبدة ما تتحرقش معانا لغايه لما توصل لدرجه الحراره، ده مهم جدا. تستخدمي الزبده في بعض الاكلات لازم تستخدمي معلقه زيت تبقى حلوه كده علشان الزبده ما تتحرقش. طيب عايز اقول حاجه مهمه، دايما لما بتعملي الحشوات للحمه المفرومه استخدمي اللحمه المفرومه ما تكونش ناعمه قوي، ليه يا عم الشيف؟ علشان تبان شخصيتها في قلب الحشوه. تقولي للجزار انا عايزه لحمه مفرومه مفرومه خشن مش ناعم، دي مهمه جدا على فكره. بنحط معلقه الزيت هنا. معانا المكعب الزبده، حلو الكلام. اهم حاجه ان انا اعصج اللحمه كويس واديها التوابل اللي احنا حابينها. طبعا الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره، الاساسي فيها يا عم الشيف الفلفل الاسود، اللهم صل على النبي. اللحم بياخد لون على طول، بحافظ على السوائل اللي موجوده فيه. المفروم بالذات لازم يتعصج فيه
حله سخنه او في طاسه درجه حرارتها عاليه، بنحط البصله بتاعتنا، فص توب زي اي لحم بتعصجيه، بس طبعا في فرق انك بتعصجي لحم هتعمليه مع رز او هتعمليه لحشوات مختلفه، وفي فرق انك بتعملي لحم هتعمليه للسوفليه. هنا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وزعتر. خد اللون، لازم يستوي طبعا سوا كامل بالشكل ده كده، واللحم يتفلفل معانا. دايما لما تعصجي اللحم المفروم بالذات انا ما بحبوش يبقى مكلكع. شايفه ازاي؟ مفلفل ازاي معايا؟ على درجه حراره عاليه جدا. ابدا احط البهارات بتاعتي. ايه بهاراتك يا عم الشيف؟ معانا روزماري، معانا بجيب حزمه الروزماري من اول الاسبوع، بتقعد معايا لاخر الاسبوع، ولكن ببقى مبسوط ان هو موجود معايا. ده روزماري في الحشو. انا بحب دايما الريحان الاخضر والزعتر في الاكل بتاعنا او في الحشوات، مهم جدا، بيعطر المعده والجهاز الهضمي بالذات. حلو الكلام، لان بيبقى في عمليه تخمير في المعده وفي القولون لما بيخشوا نعناع اخضر، ريحان اخضر، زعتر، روزماري، تبقى حاجات لطيفه وحلوه. معانا مين؟ حلو قوي. طبعا السوفليه ده كويس حضراتكم فكرتوني، في طبعا احد المتصلين من السعوديه، الشعب الاستاذ طاهر حبيبنا اتصل من السعوديه، الشعب الشقيق طبعا، بنوجه تحيه كبيره للشعب السعودي الشقيق. اي حاجه ممكن تطلبوها احنا بنعملها. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ خد طعم الروزماري، ننزل بشويه الملح والفلفل، خلي بالك، وادي الفلفل بتاعنا. عايزه الحشوه سبايسي، مفيش مانع انك تحط برضو بابريكا او تحطي قرن فلفل حار، اذا وارد انك بتحب الحار يعني، او ولادك بيحبوا الحار، ده مطلوب. خلاص كده اللحمه زي الفل. ايه اللي هيحصل بعد كده يا عم الشيف؟ حلو قوي. سؤال جانا على السوشيال ميديا دلوقتي، بيقول لك ايه الفرق بين السوفليه والبطاطا الكروكيت؟ بطاطا الكروكيت دي طبعا احنا بنشوفها تتباع في علب كده مجمده في السوبر ماركت او بتعملها في البيت. هي المكونات واحده للامانه، بس البطاطا الكروكيت ما بتاخدش بياض بيض مخفوق. السوفليه بياخد بياض بيض، حلو، عشان يبقى هش معايا كده وطالع عامل زي كيكه الاسفنجيه. الكروكيت بياخد بقسومات ناعم، البطاطس السوفليه ما بتاخدش بقسومات ناعم. حلو الكلام؟ الكروكيت بيتحمر في الزيت بعد تدويره وتشغيله وتصنيعه. السوفليه ما بيتحمرش في الزيت، بيخش جوه الفرن. التوابل بتاعه السوفليه مختلفه شويه، روزماري، زعتر، ملح وفلفل، الشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه. اما الكروكيت تقدري تحط الطعم اللي انت حباه. كسرولة ازاز كده، وناخد المفروم اللي احنا ده اهو، اللهم صل على النبي. ايه يلا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي كده زي الفل. ريحه حلوه قوي. حلو، بنجيب الخلاط بتاعي ونوسع لنفسنا كده، اللهم صل على النبي، ومعانا بياض بيض في المقادير يا عم الشيف، ومعانا بطاطس مسلوقه، ونخلي ده هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تمام، فل فل، 10 على 10. حلو، معانا البطاطس بتاعتنا اهي، يلا اللهم صل على النبي. دي بطاطس اتسلقت بالقشره يا عم الشيف، بعد ما اتسلقت بالقشره بتاعتنا سيبناها لما تبرد، بردت البطاطس، بنقشرها ونهرسها عشان هنخفيها دلوقتي كده مع بعض. هنقفيها، هنعملها على مرتين على قد الخلاط. نحط بياض بيض نص الكميه كده، ده بياض 6 بيضات، خدنا 3 وسيبنا 3 هنستخدمهم تاني دلوقتي، ونحط شويه حليب. حلو قوي، وشويه الملح التمام، ونخفق دولت اول مره. شويه ملح وفلفل اسود، ويلا في الكب. ميزه السوفليه ده من الاطباق الشتويه احنا عارفينها.
دي اول حاجه نبص عليه كده بسم الله الرحمن الرحيم ايه الدنيا هنا شفت القوام ده تاني نعمل كمان شويه واحده مع بعض بياض بيض شويه حليب لخاف البطاطس حطينا بياض البيض هنا كمان اهوت تمام حط شويه حليب اللي عملناه في الاولى نعمله في الثانيه شويه ملح وشويه فلفل انا بعمله بالتكنيك العالي علشان حبايبنا اللي طالبينه في السعوديه فلفل اسود وملح حلو قوي اللحمه اتعصجت وخلاص وخلصنا منها خلي بالك دول هنخلطهم مع بعض ويا رب الخلاط يشتغل ما يكسفنيش يلا ابن حلال تمام كده انا خلصت موضوع الايه الازعاج معلش بعتذر صوت الخلاط اشيل ده هنا كده ونوسع لنفسنا انا خدت طبعا نص كميه البطاطس اللي احنا سلقناها اللي احنا ضربناها في الكبه بالشكل ده كده ووزعها كده في طبق السوفليه لازم يكون زجاجي علشان الصوره الحلوه تبان وناخد اللحم المفروم ده يا عم الشيف اللهم صل على النبي ينزل كده ما بين الطبقتين مليانه لحمه مفرومه اي خدمه الكرم باين اهو الله اهو 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 حلو قوي زي الفل تمام اهو هتعمل ايه بعد كده يا عم الشيف هناخد السفليه اللي مضروب في قلب الخلاط ونوزعه كده على الوش شفت الجو ده كده اهو وجود البياض والحليب مع البطاطس السفليه اهو شايف الجو ده كده والله الطبق ده حلو ده كبسته بقى الطبق ده كبار السن عندك حماتك بتزورك عندك ضيوف كبار السن الميزة الطبق ده سريع المضغ سريع الهضم قيمته الغذائيه عاليه جدا سواء الكربوهيدرات او النشويات اللي موجوده في البطاطس عارفين كلها النشويات اللي موجوده فيها غير النشويات بتاعه الرز غير نشويات العيش كل ده شايفين البطاطس باخدها كلها كده ايه المطلوب من الفرن يا عم الشيف المطلوب من الفرن دي داخلها بياض بيض بالشكل ده كده اسويها يلا درجه حراره الفرن عندي 180 بدخلها الفرن البطاطس السفلي هنا بقى محطه اسمها محطه الابداع عايزه طعم جبنه هتحط على وشها شويه جبنه بارميزان بس مش جبنه موزاريلا مش عايزاها بالجبنه حط رشه زعتر زي ما انت حابه طب انت هتحط ايه يا شيف انا للامانه هحط رشه زعتر حلوه بالشكل ده كده يلا ادلعها كده وعايز اديها شكل حلو عشان تعجب ضيوفنا زي الفل السوفليه يتحط فين مكانه في الفرن بالظبط الله ايه ده ايه الابداع تعالوا اشتغلوا مكاني بقى ايه الحلاوه دي خلينا نطلع فاصل صغير وندي للسوفليه وقته في الفرن تقريبا ما بين 10 او 15 دقيقه حسب الحجم الاناء اللي انا حاطه في الفرن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد تمام ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشتغل بقى في المعجنات استاذن فريق العمل الجميل بوجه له تحيه كبيره مقادير فطيره السجق البلدي بالزيتون والجبنه الشيف المغازى يعملها ازاي ومقادير عجينه الفطاير بتاعته بما ان انا يعني انا عاشق لموضوع الفطاير للامانه لان بحب ابدع في المعجنات بالذات شفت العجينه فين ازاي بفرح بيها كده لما بتديني الشكل اللي انا عايزه الله عليك حلو قوي المقادير كالاتي دي خميره بيكنج باودر بنقلب الخميره في معلقه سكر بنحط البيكنج باودر على الدقيق بنعجن المقادير بتاعتنا بماء دافي وزيت زيتون وبيضه
العجينه بتقعد معايا تخميريا تقريبا لمده 30 دقيقه بالشكل ده كده. اهي حلوه، اهي 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 العجينه، اهي 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 دي العجينه اهي. اللهم صل على النبي. فرحان بيها يا شفيع، اعمل ايه طيب؟ اهي حلو الكلام، اه زي الفل. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنعمل الفطيره بتاعتنا ازاي. حلو قوي. اعتقد ان الفطيره دي كبيره شويه على الصينيه. اه معانا صينيه مستطيله، عايز اعمل صينيه كبيره كده تكفي العيله والحبايب والقرايب والجيران. باخد منها، شفت بقى لو العجينه بالسكينه قطعت معاكي بالشكل ده كده، اهو اهو معايا فرسانه تلفزيون مصر، شفت العجينه بقطع منها، اهو اهو كاني بقطع حته كده من فخد الايه، اهو 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 شفت هو ده، اهو العجينه، اهو اهو واخده وقتها في التخمير وزي الفل. تعالوا مع بعض نفرتها. اللهم صل على النبي. يلا شيل دي كده على جنب. نعم مش بدري. طيب حاضر، عينيا عينيا سلام. عايزين نقول لحضراتكم خبر جميل جدا، احنا بنجهز نفسينا ان شاء الله باذن الله تعالى عشان نعمل لحضراتكم مفاجآت في الشهر الكريم شهر رمضان اللي بيلم العيله وبيجمع الشمل والقريب والبعيد، والناس تيجي من اخر الدنيا لمصر ام الدنيا يقول لك عايز تقضي رمضان حلو روح مصر ام الدنيا. سبحان الله والله العظيم للامانه، حتى الكلام ده وانا كنت مسافر السعوديه انا بادئ الواقع يعني عشته، يقول لك طول السنه بنشتغل يا عم عشان اقضي رمضان في مصر. يا سلام كده لما افطر فول والفطير المشلتت والسحور والجو الرمضان الحلو ده مش موجود في اي بلد في الدنيا على الكره الارضيه غير في مصر للامانه. اللي يعرف الكلام ده اللي سافر وراح وجه وسافر اكتر من بلد زي الشيف المغازي كده يعرف قيمه تراب مصر في كل المناسبات في كل الاوقات الجميله الحلوه. اه حلو قوي، حلو الكلام. انا حطيت بدل الزيت حطيت ميه في الصينيه. الكلام الحلو، اه ده زيت زيتون. انا بحب الصراحه، طب اعمل ايه؟ الكلام الطيب والصراحه على طول على لساني. ادي الفطيره بتاعتي زي الفل، شفتوا الجو ده كده؟ اه شوف هنعملها ازاي مع بعض دلوقتي الفطيره. اه تمام، واخد العجينه اللي موجوده معايا دي كده، هعمل سور. حلو الكلام، سور للعجينه دي كده، اهو الجو ده كده اهو. ليه سور؟ لان انا هملاها سجق الشكل ده كده، والعجينه معايا هتساعدني هتتخمر كده. الفطيره لغايه دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل بايديا كده، حلو قوي اهو، واخد السجق البلد اللي عندي واحط الحشوه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو وصيت الجزار يا حاج ابو محمد ازيك، عايز شويه سجق حلوين كده يتقطع كده اهو مكعبات كده. ميزه بقى السجق ده والفطيره دي ان السجق هيستوي جوه العجينه، ما رضيتش اسويه في الطاسه، خلي بالك ده مهم جدا. اهو الشكل ده كده، وتقطعيه بالشكل ده كده، اول ما ياخد الصدمه بتاعه الفرن هياخد شكله على طول. اه حلو الكلام. نعم ممكن تتعمل بالفراخ، مش عايزينها بالسجق اعملها بالفراخ، بس انا حبيبها بالسجق السبايسي بالذات الفطيره دي. اه هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بوله كده كسروله ازاز، حاجه جديده نحط فيها السجق اللي قطعناه ده كده، نحط على السجق ده زيت زيتون. ركزوا معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. معانا من صفار البيض اللي احنا فصلناه صفار بيضه، ركزي معانا من الجبنه خليط بالشكل ده كده، معانا من البقدونس شويه، حلو قوي، معانا بصله مفرومه ناعمه شويه، معانا فلفل رومي في المقادير بناخد ارض كده نقطعه. الفطيره دي فطيره شرقيه بقى، انا سميتها الفطيره الغنيه، فيها بروتين
فيها معجنات، فيها فليفر حلو من الجبن، منتجات البان، كل ده اهو اهو اهو. والفلفل ده يتحط عليها، وهنحط الحشوه دي على وش الفطيره في درجه حراره 180، نطلع السوفليه وندخل الفطيره. صلى على النبي. الملفي ما انصحكش تعمله في البيت. الملفي ده عجينه هشه بتاخد مراحل من التخمير ومراحل من الفرد، فعايز نعمله يعني بنجيب عجينه الملفي جاهزه، بس عشان نعمله ارهاق شويه. انا بتكلم الصراحه، هنضيع وقتنا ده في ايه؟ نعمل شويه محشي، نعمل اكلات تانيه. الملفيه يا ست هتعمل النهارده، هتعمل ملفيه، هتعمل فطيره بالفراوله، فطيره بالتفاح، الحاجات اللي احنا عارفينها ديت. ولكن مقاديره كالاتي: دي زبده، بيض، بيكنج باودر، بنعمل العجينه، وبعد ما بتتخمر يا حاجه هدى بنفرتها طبقات، بينها زبده، وبعد كده نفرتها كلها مع بعضيها ونقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه. هنحط سنة بابريكا كده، شوية زعتر على بياض البيض، شوية حليب على بياض البيض، حلو، ونقلب صفار عيني. حاضر، ادي صفار البيض اهوت. الكرواسون نفس عجينة الملفي دي، بيكنج باودر عشان تبقى العجينة هشة، بيض، زبدة أو سمنة. بعد كده بنعجن العجينة طبقات، بين كل طبقة والطبقة زبدة بدرجة حرارة المطبخ، ونفرتها ونعملها شكل دائري. قطر الدائرة دي تقريبا 30 سنتي، يعني نص القطر 15 سنتي، يعني في 2 يبقى 30. علمونا في المدرسة كده. بنجيب مسطرة ونقطع مثلثات متساوي الأضلاع، وبعدين نحط في عجينة الكرواسون ديت حشوات زي ما احنا حابين. موزاريلا ماشي، سجق بلدي مستوي ماشي، نحط فيها جبنة قريش ماشي. هاخد الفطيرة دي يا عم الشيف في درجة حرارة 180، نطلع السوفليه وندخل الفطيرة بتاعتنا. شايفين الفطيرة بتتكلم مصري، بتتكلم من بين أصابع إيدك العشرة. أصولياً وطهوياً الفطيرة دي تقعد كده 15 دقيقة 20 دقيقة وندخلها الفرن. بس سامحوني أنا أدخلها الفرن دلوقتي بالشكل ده كده. أه، فطيرة على طريقة الشيف المغازي، سبايسي شوية. أه، أخبار السوفليه إيه؟ آه، صلي على الحبيب. ماشي يا عم طاهر مرزق. آه، يطلع السفليه حطه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سفليه بطاطس محشي لحمة مفرومة، الله، عامل زي كيكة الإسفنجية. آه، هنحغليه هنا. آه، وندخل مكانه الفطيرة بتاعتنا. بس خلونا ننزل بالشبكة دي تحت شوية. يلا، فطيرة محشية سجق، محشية حب على الشاشة. اهي، اللهم صل على النبي. نقفل الفرن. ايه الصورة الحلوة دي؟ القناة الأولى تتصدر القائمة. يلا نطلع فاصل ولا نكمل يا شباب؟ نكمل. هنطلع دلوقتي يلا، مقادير شوربة الفول الأخضر نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. ومعايا حاجة في المقادير أنا مش كاتبها، بس هي موجودة قدامي للأمانة. لقيت معايا شوية سجق، فهنحط معاها سجق. اه، هي جت لوحدها، وانا عايزك تبقي في المطبخ كده معانا سجق، معانا فول اخضر، معانا بصل، معانا توم، معانا كزبره خضراء مهمه جدا، وعصير ليمون. ايه موقف السجق هنا؟ لقيت معايا سجق، فطبعا بعد الفول ما يستوي هقطع السجق ده مكعبات واسقطه في قلب الفول، هياخد شكل لطيف ويبقى طعمها حلو قوي على فكره. تعالوا نشتغل في الشوربه دي سريعا كده مع بعض. حلو قوي. طاسه على النار او الشوربه، حله الشوربه، تعملها بالزبدة ولا بالسمنة يا عم الشيف؟ خلينا نعملها معلقة سمنة. حلوة، حلو الكلام، بما ان انا ما عنديش شوربة لحمة. حلو الكلام، حلو الكلام. احط بصلاية ناعمة، فص توم حلو. نعم، الفول الاخضر عايزين يبقى لونه اخضر حتى بعد ما يتعمل شوربة. اللون الاخضر اللي بيجذبنا واحنا ماشيين بالعربيات كده رايحين على مدينة الانتاج الاعلامي، جايين التلفزيون ماسبيرو، بنلاقي الناس الطيبة تبيعه على العربية، بيعجبني. ساعات ببقى جعان اجيب لي نص كيلو فول اتسلى فيه وانا ماشي. اهو ده الفول الاخضر بتاعنا الحلو. اهو، اللهم صل على النبي. ينزل كده يتشوح مع البصله والتومه. اهو، يتغسل، يتقمع، يتقطع بالشكل ده كده. اهو، كانت والدتي الله يرحمها دايما تعمله بالطماطم، كنت اسقط فيه كده واقعد اكل مع رز ابيض. اهو،
نقلب اهو. شوربه الفول الاخضر ده بيتاكل اصلا كده اخضر يعني، فمش عايز نار كتيره. اه بس ياخد طعم بقى. طشه اللي هنعملها له دلوقتي. وفكره السجق البلدي دي مش موجوده يا استاذ رحاب معلش، بس لقيته موجود معايا فانا هضيفه يعني ادعم بيه طبق الشوربه. وزي ما انت عايزه، مش عايزه نحط سجق ما نحطش. معانا مين؟ معانا مدام منى. مدام منى ازيك؟ مدام منى شايفين الفول الاخضر؟ اه بيلعب في قلب الطاسه. قال لك ايه سر في الطاسه وجبنا الخلاصه. نايم يا ست الكل. اه يلا خلينا ناخد بعضينا ونسيب الفول ياخد راحته على النار، ياخد التشويحه دي الحلوه، وهناخد بعضينا ونطلع فاصل. نرجع بعد الفاصل نشوف فطيره لطيفه وجميله واخده الطعم الشرقي اللطيف. شوربه الفول الاخضر على الشاشه بتتكلم مصري، والسوفليه بتاعنا من المطبخ الفرنسي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع شوية فول أخضر بيتكلموا مصري. فول أخضر رايحين جايين على مزبيرو على مدينة الإنتاج الإعلامي. أنا بقول لحضراتكم الطرق اللي أنا بمشيها دايما يعني. بلاقي الفول الأخضر أهو أهو عامل إيه؟ أهو فول أهو يا ويل أهو ليه حافظ على خضاره؟ هو ده الكلام. أنا حاطط رشة ملح على الفول الأخضر. خدوا المدرسة بتاعت المغازي دي. إيه هي؟ وأنت بتحط الفول الأخضر بتشوحيه في النار، هو معانا بالشكل ده كده. اه اه معايا الاساتذه المصورين حبايبي. ده الفول الاخضر كلنا عارفينه طبعا. ده عايز الجبنه القديمه والجبنه القريش والعيش بتاعنا الحلو. بنجيبه بنقمعه يعني، بنشيل الناحيه دي والناحيه دي الشعرايه اللي بتبقى ايه ماسكه ديت الخيط ده، علشان ده اللي ما بياخدش وقت في السوا وبيعمل لنا مشاكل بين السنان وبعضيها. حلو الكلام. وبنقطعه بالسكينه. بعد ما بنقطعه بالسكينه بنخليه على جنب، بنرش عليه رشه ملح كده. ودايما الفول الاخضر تغسليه برضو، المعلومه دي مهمه جدا. معلش يا استاذ شفيق بعد اذنك، الفول الاخضر يتغسل وهو كده، مش تقطعيه وتغسليه، لا زي ما هو كده اغسليه كويس ونشفيه. قطعيه زي ما انت عايزه بقى، او تستخدميه سليم زي ما هو، انما تقطعيه وتغسليه ميه ده غلط. حلو الكلام. بعد ما بيتغسل، بعد ما بيتقطع زي ما انا اشتغلت فيه دلوقتي، ياخد الغلوه بتاعته على النار. يكون عندك ميه بتغلي، مش لازم شوربه لحمه ولا شوربه فراخ خالص، معلقه سمنه حلوه كده متوصى عليها، جايباها حماتك وهي بتزورك. طبعا ما ترجعيش الشنطه اللي هي جايبه فيها السمنه فاضيه. اعملي لها تورتيه حلوه، اعملي لها شويه حلويات، شويه فطاير حلوين كده من ايدك الحلوه اللي بتتعلموه من الشيف المغازي. اه ما ايه المانع يعني. اه كب كيك سهل وبسيط بالبرتقال والاستفندي. اه افكار دي. عندنا الفول بيغلي، نعمل الطشه مع بعض. يا نعم. شايفين يعني عايز فرسان التلفزيون المصري يعني. بصوا اللقطه دي ما تروحش مننا والنبي، عشان بحبكم. جيبوا كده، جيبوا الدلع ده كده. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال؟ زلزال زلزال. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هو ده خلص الكلام. اه طشه ملوخيه. لا دي مش ملوخيه خالص، دي كزبره خضراء. اه خلاص خلص الفول. ولو خلص الفول انا مش مسؤول. اه اوعي تنسى انك حاطه ملح. الله من النهارده اعملي الشوربه دي وادعي لي. هتطلع شويه كمون طبعا عشان معانا مشاكل مع الفول والقولون، الناس اللي بتعاني من القولون. حطت شويه الكمون مهمين جدا. طب حاجه انا عملت الفول النهارده بطريقه جديده، الاساتذه المصورين معايا حبايبي اهو. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ جبت السجق البلدي الباقي عندي، انا مش هقلبه دلوقتي خالص، هسيبها زي ما هي كده اهو، مش هضرب فيها المعلقه زي ما هي. تقليب هنا غلط، هيفتح لي حبات السجق اللي انا مقطعها. هسيبها كده تاخد تغلي على طبيعتها وهنتفرج عليها دلوقتي في قلب الفول. حلو الكلام. كده انا بدعم الطبق بتاعي. بدعمه بايه؟ مش بالكلام، بدعبه بالقيمة الغذائية بتاعته. نصلي على الحبيب ونطلع على الفطيرة بتاعتنا ونبص على الحلاوة. حلو. اه اللهم صل على عينيا. حاضر. اه اللهم صل على النبي. فطيرة بالسجق البلدي. اوبا ايه الحلاوة دي؟ لا دلعها لي، جيب لي الحلويات اللي فيها. اه والشوربة بتاعتي كمان خالصة. اه ايه الاخبار يا ويلي؟ هو ده. اه هو ده. اللهم صل على النبي. شوربه الفول النابت الجديد بتاع الشيف المغازي
كان باقي معايا شويه سجق قطع. لازم تنزل كده. اه حاضر عينيا. اه يا ويلي يا ويلي. اه ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، تكلفه ماليه قليله جدا، ابداع كتير جدا، رؤيه وفن وابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.